طلاب الصف الأول الإعدادي، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس الطاقة الحرارية. هنتكلم عن درس الطاقة الحرارية. أول حاجة هنتكلم في الطاقة الحرارية عن طرق الحصول على الطاقة الحرارية. أول حاجة إزاي أحصل على الطاقة الحرارية؟ فمن عن طريق عندي طريقتين. أول طريقة إن أنا بحول الطاقة الميكانيكية من الاحتكاك إلى طاقة حرارية، وثاني طريقة إن أنا بحول الطاقة الحركية للأجسام إلى طاقة حرارية. أول طريقة إن أنا أحول عن طريق تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية، بحولها عن طريق الاحتكاك. وده بيظهر مثلا لما باجي مثلا يحصل احتكاك بين كفايه يدي، بشعر بالدفء ليه؟ لأن الطاقة الميكانيكية اتحولت بالاحتكاك إلى طاقة حرارية. تاني طريقة إن أنا مثلا لما بلاحظ مثلا كده لما باجي ماشي على عود كبريت، ليه العود الكبريت بيشتعل؟ إن نتيجة الاحتكاك اتحولت الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. تالت طريقة طبعا لما اجي مثلا وانا بنزع مسمار مثلا من لوح خشب ولا حاجة، واجي امسك المسمار بحس انه في سنة دفء او سنة حرارة. ايه السبب؟ ده نتج ان حصل احتكاك ما بين المسمار وبين اللوح الخشبي، فنتج عنه تحول الطاقة لايه؟ الحرارية. وطبعا في نشاط نقدر نعمل مثلا اوضحه لكم دلوقتي، الناس لو حد حابب يكتب معايا ولا حاجة. لو جبنا دراجة عجلة يعني، وبدأنا قلبناها، وهنبدأ مثلا نبدل بالعجلة دي، وابدأ ادوس على الفرامل. لما اجي مثلا امسك الاطار والفرامل هلاحظ ان في سخونه. السخونه دي نتجت من ايه؟ نتجت عن الاحتكاك ما بين الفرامل والاطار بتاع الدراجه، فتحولت الطاقه الحركيه الى طاقه الطاقه الميكانيكيه الى طاقه حراريه. ثاني طريقه ان انا بحول الطاقه الحركيه للاجسام الى طاقه حراريه. برضه عندي نشاط هنا. اول حاجه الادوات اللي هستخدمها، لو برطمان فاضي ومجموعه من البليه المعدني والكرات المعدنيه والترمومتر معاهم، ابدا احط الكرات المعدنيه جوه البرطمان وابدا اعين درجه حرارتهم. وبعد ما عينت درجه حرارتهم ولتكن مثلا 20، ابدا مثلا احط اقفل البرطمان وابدا ارد في البرطمان لمده دقيقه او اثنين، وابدا اعين ثاني مره درجه الحراره، فالاحظ ان درجه الحراره ارتفعت. طب ليه درجه الحراره ارتفعت؟ بسبب ان حركه الاجسام واحتكاكها ببعضها البعض يؤدي الى ارتفاع درجه حرارتها، لان الكرات سرعتها زادت وحصل احتكاك ما بينها وما بين بعض، فذلك ادى الى ارتفاع درجه الطاقه الحركيه بتاعتها، وبالتالي الطاقه الحركيه دي تحولت الى طاقه حراريه. ماشي كده عرفنا ازاي بنحصل على الطاقه الحراريه. عندي طريقتين. اول طريقه قلنا ان احنا بنحول الطاقه الميكانيكيه بالاحتكاك الى طاقه حرارية، وثاني طريقة إن أنا بحول عن طريق تحويل الطاقة الحركية للأجسام إلى إيه؟ طاقة حرارية. ثاني طريقة إزاي بتنتقل الطاقة الحرارية؟ دلوقتي أنا لما باجي مثلا أمسك كوباية شاي، ليه أنا بشعر بسخونة كوباية الشاي دي؟ إيه السبب؟ السبب هنا إن قال لك إن الطاقة الحرارية دي بتنتقل من الجسم الأعلى من حيث الطاقة الحرارية إلى الجسم الأقل. تمام؟ فأنا لما أول ما باجي مثلا أمسك كوباية الشاي بيبدأ كوباية الشاي دي تفقد أو تنقل الحرارة بتاعتها إلى إيديا، لحد ما تبقى درجة إيديا زي درجة حرارة كوباية الإيه؟ الشاي. يبقى إحنا هنا كده يبقى انتقال كيفية انتقال الطاقة الحرارية، تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الإيه؟ الحرارة. وبيستمر الانتقال ده لحد ما الجسمين يبقوا متساويين في درجة الإيه؟ الحرارة. ومن هنا هنبدأ نعرف الطاقة الحرارية، وهي عبارة عن صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الإيه؟ الحرارة. يبقى الطاقة الحرارية هي صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الإيه؟ الحرارة. وتيجي بعد كده في حاجة اسمه درجة الحرارة. درجة الحرارة دي إحنا كنا واخدينا كده في سنة ستة ابتدائي، وعارفين إن هي درجة من خلالها بقدر أعرف مقدار سخونة أو برودة الجسم. هنا التعريف اختلف شوية. قال لك هي الحالة الحرارية للجسم التي تتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر. يبقى هي إيه؟ الحالة الحرارية للجسم اللي بتتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر. يعني الحالة اللي بقدر من خلالها أعرف الجسم ده هو سخن ولا الجسم ده بارد. وأتمنى يا رب تكونوا استفدتوا مني، والسلام عليكم.